نقول صباحك الله بخير. ذاتنا وحقيقة الطرح اللي طرحته فيه من الحكمة وفيه أيضا استشعار نعم الله على الإنسان. يعني سبحان الله ممكن نحن في هذا العصر تجد المعايير عند الإنسان زادت، وتجد يمكن الشاب أو الشابة العيد لازم يصل لمرحلة معينة أو حتى بشكل عام، يعني إن الإنسان أحيانا لما يرى النعمة تلاقيه لا يبغى أكبر وأكثر، وممكن يقارن نفسه بغيره ويشوف اللي ما هو بعنده وعند غيره، وحتى لو هو كان مثلا في يوم من الأيام مطمع اللي هو فيه مطمع لغيره ناس كثير، لكن تجد الإنسان يقارن دائما بمن يراهم. فمثل هذه القصص هذه تشعر الإنسان بنعمة الحال اللي هو فيه، يشكر الله على ما هو عليه. ومثل هذا الطرح حقيقة يعني يفيد ويستوعب نستوعب نحن يعني جيل لم ندرك بعض الأمور، أنه نعمة الله على الإنسان. وهذا حتى تجده أنه في الإسلام الذين أدرك مثلا الجاهلية يعرف نعمة الدين، يا سلام، وغيرها من هذا الطرح. أنا أيضا شدني ما ذكر أبو محمد في مسألة الدعاء، كذلك في حديث يتحدث عن أطب مطعمك تستجب دعوتك، يا سلام، والرجل الذي يدعو الله ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب له. فحرص الإنسان على أن يكون على أن يطعم الطعام الحلال وعلى أن يراقب الله في ما يأكله وما يشربه، هذه من أسباب استجابة الدعاء. كذلك إحسان الظن بالله، يعني أنت الآن حينما تكلم كريم أو رجل شهم وتشعره أنك واثق فيه، ما هو مثل تتكلم مع شخص وأنت يعني كأنك تشاك أنه بيعطيك بيوقف معك بيساندك. يعني حتى لو كان شهما ممكن إذا رأك تنظر إليه بهذه النظرة لم يقبل منك. والله يقول أنا عند ظني عبدي بي فليظن بي ما شاء، الله، إن ظن بي خيرا فله وإن ظن شرا فله. وهذه نجد بعض الناس، وأنا حقيقة البارح يعني سمعت أحدهم كان يتكلم يعني عن الحظ السيء، بل انتشرت ممكن في بعض وسائل التواصل من يتحدث أني حظي سيء وأني أنا مكتوب علي الشقاء وأني نكد، والله دخل مشروع ما توفق، راح في موضوع ما تم، قدم على وظيفة، فيبدأ يرسم صورة أني أنا إنسان مكتوب عليه الشقاء. بل أني سمعت أحدهم كان يقول أنا أسرتنا إحنا مكتوب علينا الشقاء بالطريقة هذه. ومن أكثر من وصف الحظ السيء شاعر سوداني اسمه الشاعر إدريس جماع، هذا وصل لمرحلة لم يسبقها غيره بالتصور السيء. فكان يقول إن حظي إن حظي كدقيق فوق شوك نثروا. عطنا بالله أرفع الصوت في السنة، عطى صدى يا أبو، يقول إن حظي أحمد غباش، يقول إن حظي كدقيق فوق شوك نثروا ثم قالوا لحفاة يوم ريح اجمعوا، الله، ثم قالوا لحفاة يوم ريح اجمعوا صعب الأمر عليهم قلت يا قوم اتركوه إن من أشقاه ربي كيف أنتم تسعدون. إن من أشقاه ربي كيف أنتم تسعدون. وجدت يعني ناس فعلا تستشهد أنه نحن مكتوب علينا الشقاء، وهذا غير صحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي يقول أنا عند ظني عبدي بي. يعني الإنسان أحيانا يخدع نفسه، يسميها حظ، يسميها دهر، يسميها زمن، وهي الحقيقة الأمر كله بيد الله. يعني من اللي يقدر لك كل شيء؟ هو الله. من اللي يعطيك؟ هو الله. من اللي يمنعك؟ هو الله. الخليل إبراهيم عليه السلام إيش قال؟ قال الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين. فنسب كل أمر لله سبحان. وحينما تدعو الله أنت تدعو رب كريم. يعني لو تأمل الإنسان، لو رأيت نملة الآن، النملة هذه أمامك كنت معك فتاة، هل تعجز أن تعطيها؟ لا والله ما يعجزك.
ولله المثل الأعلى، نحن أحقر وأقل وأذل من النمل أمام عظمة الله، الله أكبر، وأمام ما يملكه وأمام خزائنه. لكن أنت ربما الله يرحمك، لأنك ممكن إذا أخذت المال الآن منعك عن أمر آخر. صحيح. ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض، بل قد يجعلك في ظرف صعب لأعوذك تعويض أكبر منه. قصة يوسف عليه السلام مثال. صحيح. يعني استعبد من أقرب الناس، تخيل تعيش عبدا ثم يلفق عليه تهمة أنه تعرض لامرأة. لا، قبل هذا كله يعني رمي في البئر، رميه في البئر ثم استعباده، ثم يلفق عليه أنه تعرض قضية تحرش بامرأة شخصية كبيرة، وهو يعني المظلوم ويسجن ويسجن. إلى هنا هذا ما عاد وراء حظه. هذا إيش تصور أي إنسان في ذاك الوقت اللي في عمره تزوجوا، وحتى لهم فقراء بيشوفون عندهم أسر وعايشين. فسبحان الله عوضه ليجعل على خزائن الأرض وليكون وزير المالية، وليكون بل هو يعني يعني توجه البلد بناء على ما حدده. لا. تزرعون 7 سنين دأبا فما حصدتم. فتخيل أن الملك وثق به وأعطاه كل هذه المقاليد الأمور. فلو كان إنسان في هذا الوضع ولا يؤمن بالله واليوم الآخر ولا يؤمن أنه في رب، هو كان يتصور يقول الدنيا وش حظ هذا الإنسان اللي من بلية إلى مصيبة. فأحيانا الإنسان لما يدرك أن كل فضل من الله، وأنه أنا يوم أحسن ظني بالله صحيح الله سيحسن حالي، ولا أيضا الرضا. يعني أحيانا أنت لو فرضنا يعني كان معك مثلا 10 مليون، أنا وياك نقول هذه أمنية، لكن لو كان هذا نفسه يشوف أبو مليار وأبو مليارين ممكن يشوف نفسه فقير أمامه. بينما أنتم الآن ذكرتم قصص كانت في أشد الحال، وكنت تشوف نفسك يعني الثوب تتمناه. ليش؟ لأنك كنت في محيطك ترى نفسك أنت تتمنى توصل لهذا الأمر. فالاستشعار الإنسان لما هو فيه من النعمة والرضا بها، هذا أعتقد أنه من يعني يعطي الإنسان راحة وطمأنينة، وقبل ذلك يفوض أمره لله. سبحانه الله. جزاك الله خير يا عبد الله، التقاطات قوية. الله يحفظك. وهذه كبداية لنا في برنامجنا، إحنا ما زلنا نسلم عليكم ونصب عليكم، ما بعد بدأنا البرنامج الفعلي. ما بعد برنامج الفعلي. وحزام ما شاء الله. عيد عند أبو سعيد. أول وحزام أنا وياك رحنا فيها. الأربعة كلهم يحدثون عربي يعني فصحى. لا تو يا أبو حاتم. أبو حاتم تقول أبي وأجدي لأبي وين راح؟ أبي صح. لا خل عادي مرقعة مرقعة. أساس العربية يا أبو حاتم. لا موجودة. أساس العربية. ألا بالله ما جنبه. ويقول جدي لأبي بالسلامة. لا وقال جدي لأمي، رأيت جدي لأمي ولم أرى جدي.